اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله أطلبك يا رب سم افتح لنا الباب، عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب. يا الله أطلبك يا رب سم افتح لنا الباب، عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب. ربي واذهب بفضلك ريب من كان مرتاب، واصلح القصد والمعمول يا رب الأرباب، وعدنا ما طلبنا منك يا خير وهاب، واقض حاجاتنا فأنا على الباب طلاب. يا الله انظر إلينا وارحم الكهل والشعب، واغننا واشفنا يا رب من كل الأوصاب، واسقنا كاس حبك من حضر مننا أو غاب. ربي وافتح علينا فتح أوتاد واقطاب، واعدنا مثلهم فعنا وقفنا بالأعتاب، نرتجي منك نفحة يا من البذل لهدام. يا الله إنا رمينا بالقواتع والأسباب، والتجينا إلى فضلك ورجيك ما خاب، فأتنا سول واسمح للحوائج والآرام، واغفر الذنب وامحو العيب واصلح الألباب. ربي ذا شهر فيه الخير والجود ينساب، والمدد فيه وافر ليش يحصيه حساب، والشياطين غلت والبلا فيه منجاب. يا الله اجعل لنا أوفر حد من سهم الأحباب، وافتح الباب وأدخلنا ما آخر أحزاب. سعى طه النبي المرسل وعليه والأصحاب، سعى طه النبي المرسل وعليه والأصحاب،
والعباد الذين استجمعوا فيك الآداب والحمد لله.